تركنا متحف فيسوتسكي واتجهنا إلى استاد يكاترينبورغ أرينا، المحطة الأساسية في جولتنا. الاستاد اللي منتخبنا هيلعب عليه أولى مبارياته في مونديال روسيا مع منتخب أورغواي. نحن الآن داخل ملعب يكاترينبورغ أرينا. المنطقة اللي حضرتكم شايفينها دلوقتي هي منطقة أثرية. ليه؟ لأنه الواجهة الخارجية اللي حضرتكم شايفينها دي تبنت سنة 1957، يعني تقريبا أكتر من 60 سنة. الطابع بتاعها الطابع المعماري بيسموه الطابع الستاليني، علشان كده هم لما حبوا إنهم يعملوا الاستاد من جديد، يبنوه من جديد ويوسعوه علشان كأس العالم، حافظوا على هذا الطابع الستاليني لأنه بيعتبروه جانب معماري أثري لابد من المحافظة عليه. دي الواجهة الخلفية. في برضو واجهة أمامية للإستاد بنفس الشكل وبنفس الطريقة ونفس التماثيل اللي حضراتكم يمكن شايفينها دلوقتي، محافظين عليها وهيحافظوا عليها. قالوا انه مهما بلغت المدنية والحداثة لابد من الحفاظ على التراث وعلى الحاجات القديمة اللي بيفخروا بها على مدى عصور طويلة.